السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره الصحه؟ مرحبا بكم عند شهيوات الدار، مرحبا والف مرحبا. اليوم غادي ندير لكم واحد الغديوه ديالنا سهله وبسيطه. غندير لكم واحد الشهيوه سهله. غادي ندير لكم واحد التشرميله ديال هاد الدجاج جبناه جنيوحات وغسلناهم وقردناهم بحال هكا كيجيو. هاد الفخيدات صغيورين غسلناهم. هاد الفخيدات الا بغيتي تغسلو هاد الجنيوحات غسلوهم بالماء ديال اتاي، كيحيد الزفوريه ديال الدجاج. مثلا الا عمرتو اتاي وبقى لكم كاس غسلو به هاد الدجاج وغسلوه بالحامض والملحه كيجيو غزال. هاد الجنيوحات قطعناهم هكا من جنيوحات، كيبقاو جنيوحات بوحدهم وتيبقاو هاد الفخيدات صغيورين بوحدهم بحال هكا. غادي ندخلو للتتبيله. التتبيله عندنا هنايا العطريه، فيها البزار، فيها الهريسه الحاره، فيها الكمون، شويه التحميره حاره، شويه ديال الملحه، وشويه ديال البصله، شويه البصله، وشويه ديال الثومه، وشويه ديال الكنجبير، وشويه ديال القزبر. هذه هي التتبيله اللي غادي ندير في هذا الدجاج. غادي نديرو الدجاج وغنديرو شويه ديال الحوت. كيف كتشوفوا هنايا جبنا السمك ديال الشرن، ها هو حتى هو غادي نتبلوه. اللي بغى الحوت ياكلو واللي بغى الدجاج ياكلو. عندنا بالنسبه للحوت نفس العطريه غنديرو في الحوت، وغنزيد فيه شويه ديال الحامض. عندي هنا واحد مطيشه محكوكه بالنسبه للدجاج لهاد الشرموله، غير نص مطيشه محكوكه هي كيف كتشوفوا هنايا. هادشي اللي كاين في هاد التتبيله. غادي ندخلو دابا باش نتبلو هاد الدجاج باش نرقدو في الشرموله ديالو. هاد الدجاج غادي نخشيو في الفران، ولا غادي نقليوه في المقله في الزيت فاش ما بغيتو نتوما. اما شرملوه بهاد الشرموله وستفوه في الطاوة ودخلوه للفران كيجي غزال، ولا لا كتعمروا المقله بالزيت، تعمروا المقله بالزيت وكتقليوه بحال كتقليو الفريز. هادشي اللي كاين في هاد التتبيله. غادي ندوزو للتتبيله. كيف قلت لكم عندنا هنا مطيشه محكوكه وحده درتها حكيتها من قبل، ها هي. نتمنى تكونوا كتشوفوا مزيان. غادي نجيبوا العطريه، غادي نكحازو باش غنجيبوا العطريه. غنديروا معلقه نتاع البزار، جوج معالق صغار تقريبا، معلقه كبيره. غنديروا معلقه صغيره ديال الهريسه، الهريسه الحاره. غنديروا الكمون جوج معالق صغار، نديرو نص معلقه لحقاش درنا الهريسه. غنديرو نص معلقه ديال التحميره حاره. غادي نديرو شويه ديال السكنجبير نص معلقه صغيره. نديرو الثومه تقريبا جوج ديال اربعه ديال الفصوص ديال الثوم، غير الفصوص ديال الثوم ماشي الكركوبه الكبيره كلها. شويه ديال البصله، نص بصله مقرده هكا مشلضه. غادي نديرو المليحه، تبقى الملحه على حساب الذوق باش تملح لي هذه الكميه. قص الدجاج مغسول بالملحه. صافي، هادشي اللي كان في هذه التتبيله بالنسبه للدجاج. هذه هي التتبيله ديالو كيف كتشوفوا. غادي نحركوا هذه التتبيله مزيان، غنزيدوا فيها شويه ديال الزيت. هاد التتبيله غنزيدوا فيها شويه ديال الزيت، تقريبا معلقه كبيره ديال الزيت، وغادي نحركوها مزيان تتشرمل لينا بحال هكا. نحركو الشرموله وغادي نبقاو نجيبو الدجاج. كيف شفتو الدجاج ديالنا؟ كيف قلت لكم حنا غسلناه مزيان. غادي نديرو هاد الفخيدات الصغيورين تاع الدجاج، كيجيو زوينين بحال هكا. كلهم كنديروهم وكنشرملو هادشي كاملو فهاد البانيو فهاد التتبيله بحال هكا. كنحركو بيدينا مزيان باش تدخل الشرموله في وسط الدجاج. نقدروا نديروا ليله وحده. غادي نزيدوا القزبر ومعدنوس. القزبر ومعدنوس كيف تشوفوا زدناه، كنبقاو كنحركوا هاد الشرموله مزيان مزيان مزيان. هاد الشرموله مزيان. غادي نزيدوا شويه ديال الحامض، غير شويه، نديروا شويه ديال الحامض. نزيدو شويه ديال الحامض بحال هكا. غنخليو هاد الدجاج مزيان، نخليوه
يبقاو لينا فهاد الشرموله شي تقريبا شي ساعه تيشربها مزيان. ها نتوما الشرموله غادي يبقى فيها يبقى فهاد الشرموله مزيان باش ترقد لينا ولا صاوبوه بالليل. عاد قلت لكم غنصطفو في الطاوه، ندهن الطاوه بالزيت ونصطفهم فيها الا ما كنتش تنبغي الماء، ما كنبغيش الزيت بزاف نقصو، ولا نعمر المقله بالزيت ونديرو بحال الفريتوز، نقليه بحال الفريتوز حتى هو كيجي زوين وكيبغيو الوليدات وتياكلوه كيعجبهم. تنتمنى انه يعجبكم، تعجبكم هاد الشرموله هنا. دابا غادي نخلي هاد الشرموله هنا على جنب وغادي ندوزو للحوت ديالنا. غادي نجيب هنايا الشر اللي جبت معاكم، نجيب اللي جبت ندير هنا هاد الكميه ديال الشر غسلتها. غادي نجيب الشرموله ديالها حتى هي غادي ندير ليها فوق منها، ماغاديش ندير الشرموله بوحدها. غندير شويه ديال البزار، شويه ديال الهريسه تقريبا نص معلقه صغيره، شويه ديال التحميره حاره، شويه ديال القزبر او معدنوس غير شويه، ماغاديش نكثر فيه لحقاش هو ما كاينلاش تكثروا فيه. هادشي اللي كاين هاد درنا فيه غير البزار ودرنا فيه شويه ديال الكمون، كيف نفس العطريه اللي درنا في الدجاج، درنا فيه شويه البزار شويه الكمون شويه ديال الفلاحه الهريسه شويه ديال الحار وشويه ديال الملح. هادشي اللي درنا في هاد الحوت. غادي نجيبو شويه ديال الحامض، شي نجيبو موس نديرو فيه شويه ديال الحامض هو، غنزيدو فيه شويه ديال الحامض. هادشي اللي كان هذا غادي نشرملوها بحال هكا، بحال هكا غندورو في هذيك الشرموله. هاد الكميه هادي غنشرملوها مزيان حتى هي صافي، غادي تبقى بحال هكا. غنجيبو الدقيق الفورس الدقيق الابيض وغادي ندورو في هاد الحوت حتى هو غادي نقليوه ولا ندخلوه للفران، حسب بغينا ندخلوه للفران غنديروه في طاوه، بغينا نقليوه في الزيت راه غادي نقليوه. دابا غنخليو هاد الدجاج ها هو مشرمل هنايا وهاد الحوت حتى هو مشرمل، غادي نخليوه على جنب يستريح ليا شويه ودخل فيه هذيك الشرموله الملحه، دخل فيه دخل فيه داكشي اللي درت كامله. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا الطريقه وعرفتوا هاد الطريقه والافكار بسيطه وكتجي زوينه وكيبغيوها الوليدات، اهم شيء انهم ولادك ياكلوها. فتنتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. ملي غادي نطيب هاد الدجاج غنديرو في نقليه وغادي نقلي هاد الحوت، غادي نقدم لكم هادشي في الطبق التقديم. وان شاء الله غادي نقرد البطاطا حتى هي غنديرها بطاطا فريت مرافقه لهاد المرافقات. غادي ندير شويه مطيشه محكوكه، غندير المكملات باش نكمل على هاد الطبق. صافي هادشي اللي كاين، تنتمنى انه يعجبكم وان شاء الله في الطبق التقديم غادي تشوفونا كيف درنا لهم. وشكرا لكم اخوتي، بارك الله فيكم، الله يجازيكم بخير. شكرا شكرا. هذا هو الغداء اللي درنا معكم، الدجاج اللي صرملنا حداكم هو هذا، كيجي بحال هكا مقرمل قلينا في مقله، كيجي بحال هكا انتم كيشدو. وانكم تجربوا هاد الغديوه هادي هاد الطبيله. هادو غير مرافقات ديال سميتو الدجاج، هكا كيجينا ذهبي كيجي زوين، زينتو بحال هكا. نتمنى انه يعجبكم وتجربوه مع وليداتكم، وشكرا لكم مره اخرى ان شاء الله. نديروا وصفات اخرى ان شاء الله.